من استديوهاتها في السعودية تقدم مجموعة ام بي سي والهيئة العامة للترفيه البرنامج الترفيهي الغنائي الجديد بوليفارد المواهب على قناة ام بي سي 1 وام بي سي 4 وعلى منصة شاهد ايضا. لكن الفكرة ايش؟ طبعا هذه الفكرة يا علي ومشاهدينا ومستمعينا تقوم على البرنامج اللي تقدمه اجواء الجودي على تحويل المواهب الغنائية الاستثنائية والمتميزة الى نجوم محترفين، وذلك اعتمادا على قدرة هذه المواهب على تحقيق الانجازات الاكبر وفق معيارين اساسيين، الاول هو التفاعل مع الجمهور عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، والثاني هو جمع اكبر نسبة ارباح لانتاج أغنياتهم الخاصة خلال جولات البرنامج وتقديمها لاحقا في الحفل المباشر لبوليفارد المواهب. من الرياض معنا مباشرة الزميلة أجواء الجودي مقدمة برنامج بوليفارد المواهب. أولا مبروك البرنامج والانطلاقة، وكيف شفتي التجربة بشكل عام في البرنامج يا أجواء؟ الله يبارك فيك، شكرا لكم وشكرا لاستضافتكم. البرنامج يعني جدا جديد ومختلف عن أي برنامج غنائي احنا شفناه قبل كذا أو يعني تعودنا عليه، فكان انضمامي للبرنامج كبير وضخم مثل هذا ومختلف، شيء يفرحني الصراحة ويسعدني. أجواء، إيش الأشياء اللي ممكن تميز بوليفارد المواهب عن غيره من البرامج الشبيهة فيه؟ بوليفارد المواهب المختلف فيه ان يعني اللعبه او القواعد مختلفه وتتغير في جولات يعني لاحقه ان شاء الله. بخليه عنصر المفاجاه زي ما دايم اقول بخليه موجود، لكن اكثر شيء مختلف اعتقد اللي هو تفاعل السوشيال ميديا وتفاعل الفانز او المشاهدين مع المشتركين معنا، والعنصر الثاني اللي ذكرتيه انت اللي هو جمع المبالغ اللي راح يقدرون ان شاء الله بعدين يستغلونها باشياء تفيدهم في مسيرتهم الفنيه. والاهم من هذا كله الأمانة أن بتزامن مع موسم الرياض، وحنا نعرف أن موسم الرياض في حفلات كثير وفي نجوم عربيين وعالميين بيكونوا موجودين، فهذه فرصة أيضا للمشتركين أنه يكونون جزء من ذلك، وأيضا التصوير بالكامل بيكون عندنا هنا في الرياض. حلو. طيب يا أجواء، سالفة العناصر المفاجئة والمفاجآت هذه تخلينها مع الناس اللي أنت تقدمين لهم برنامجك، لكن أنت الآن ضيفة ولازم نطلع معك بحصري، ما في شيء اسمه خلوها مفاجأة. مقدمة برنامج مواهب، اكشفي لنا عن المواهب اللي تتميز فيها أجواء، يلا قدام الناس. مواهب المشتركين ولا القوائم؟ لا أنتي، أنا موهبة التقديم، بس هذه الموهبة الوحيدة اللي أنا أعرف سويها. تعشقين التقديم؟ طيب يلا، ها جتك ما شاء الله تبارك الله، عندك الموسم قدمي فيه على قولتهم بكل ما أوتيتي من قوة. هي إن شاء الله بإذن الله، مو عشان كذا بقول إنه فرصة مثل هذه يعني أعتقد أنها عظيمة وأنها بالتزامن مع موسم الرياض وموجودة عندنا يعني. Yeah. طب أجواء، يعني في شيء كذا على يعني باختصار تقدر تذكرين موقف ما تنسيه صار لك مع أحد المشاركين في البرنامج؟ شوفي المشاركين رهيبين للأمانة، ناس حتى يعني روحهم حلوة وهم تعودوا على بعض وتعودنا حنا عليهم. أمس كان في موقف في تصوير أحد الحلقات ما كنا نقدر نوقف ضحك الصراحة، كان يعني الضحك متواصل، ولو تسألني وش السبب ما أدري ليش، بس كان تعرفون الضحك اللي يجي بدون سبب خاص ويصير معدي، الكل قام يضحك، فما أدري إيش السبب، بس هذا كان واحدة من المواقف اللي صار. إن شاء الله ما تجي ذا النوبة الضحك وانت معانا على الهواء، عشان كذا أنا أقول لك شكرا لك. لا لا ما تجي. شكرا لك من الرياض زميلتنا أجواء الجودي مقدمة برنامج بوليفارد المواهب، نتمنى لك كل التوفيق.